السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناتي. النهاردة إن شاء الله هتكلم على موضوع ناس كتيرة بتشتكي منه، بالذات تحديدا يعني بتكلم على مرضى السكر. بيشتكوا دايما انهم بيجوا يقيسوا السكر الصبح، الصايم بيلاقوه مرتفع بشكل مش طبيعي، وفي منهم بيكون قايسه بالليل ويلاقيه تمام ومظبط الدنيا قبل ما ينام، ويصحى الصبح يلاقيه عالي، واحيانا بيصل لارقام مفزعه في بعض الناس. ايه الاسباب بتاعت القصه ديت، وهل ده شيء طبيعي ولا شيء غير طبيعي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال الفيديو دوت، فابقوا معانا. ارتفاع السكر صباحا مرتبط بظاهرتين مشهورين جدا في الطب. الظاهرة الأولانية اسمها سوموجي فينامينا أو إيفاكت أو ظاهرة أو تأثير سوموجي، ودي يعني بتبقى أكتر حدوثا في الناس اللي هي النوع الأول من مرض السكري، اللي هم عندهم عدم إفراز لهرمون الإنسولين من البنكرياس بشكل كامل. والظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة الفجر أو تأثير الفجر، ودي بتبقى ظاهرة طبيعية وهتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديو ده. الظاهرة الأولى هي ظاهرة السموجي أو تأثير السموجي، بيحصل أكتر في مرضى السكر من النوع الأول. بياخدوا جرعة الإنسولين بتتاخد بالليل، ممكن تكون الجرعة أزيد من اللازم بالخطأ، مثلا كرروا الجرعة، أهملوا وجبة العشاء أو تناولوا وجبة مش مناسبة للجرعة، يعني الجرعة مش مناسبة للوجبة، وبالتالي الإنسولين وظيفته إنه يخفض السكر في الدم. هيناموا الإنسولين هيشتغل بيخفض نسبة السكر في الدم، وبتيجي الهرمونات المعاكسة لتأثير السكر ربنا خلقها في جسم الإنسان، بترفع السكر في الدم كارتداد أو كرد فعل، فيجي يقيس صباحا يلاقيه مرتفع، فده بيبقى رد فعل. الناس ديت طبعا محتاجة مراجعة الطبيب. ممكن يطلب من المريض ان هو يقيس السكر أثناء الفترة ما بين الساعة 2 إلى 4 صباحا، لو كان منخفض فده بيأكد حدوث الظاهرة ديت. طبعا ده بيتطلب زي ما قلنا ان الشخص يلتزم بالخطة العلاجية، نوع ومواعيد الدواء اللي بياخده، الوجبات عدم اهمالها، وقياس السكر طبعا بشكل مستمر، والرياضة. في طبعا شيء جديد يعني، او مش جديد يعني، بس هو مش منتشر، اللي هو الانسولين بامب. هي موجودة طبعا في بعض الناس بتستخدمها، دي هي بقى بتبقى تلقائيا بتنظم الانسولين صعودا وهبوطا بمضخة طبعا بتلزق في جسم الانسان، بس هي في النهاية آلة ومش متوفرة، واعتقد ان هي سعرها مكلف، بس دي احد الاشياء اللي بتساعد يعني في الناس اللي هي مش ملتزمة بالتعليمات وكده، ان هي تقدر تسيطر على مستويات السكر في الدم. طبعا حل القصة ديت بتحتاج مراجعة الطبيب، وممكن الطبيب يطلب من المريض اللي بيعاني المشكلة دوت ان هو يقيس سكره اثناء الفترة من الساعة 2 ل 3 صباحا، طبعا هيلاقيه منخفض، فده بيبقى علامة للظاهرة ديت، وبيبقى محتاج طبعا يظبط جرعة ومواعيد الدواء بتاعه، وكمان طبيعة الوجبة اللي بياخدها ومعادها، اخر وجبة طبعا قبل النوم ومعادها، بحيث ان ما يتفادى هذه الظاهرة. في كمان ما يعرف بظاهرة الفجر او تأثير الفجر، وده تأثير طبيعي بيحصل في الناس الطبيعية حتى غير مرضى السكري. اللي بيحصل ان في هرمونات اللي قلنا عليها، هرمونات يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى خالق
نظام لضبط مستوى السكر في الدم في المدى الطبيعي، اللي هو يعني بيكون في الصائم مثلا اقل من 100 ميلي جرام بير دي ال. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل نتيجة توازن بين تأثير حاجتين. الحاجة الأولانية هي الانسولين اللي بيخرج من العضو البانكرياس، والمفروض وظيفته ان هو بيخفض السكر في الدم. وعلى الجانب الاخر في مجموعة من الهرمونات اسمها الهرمونات الكاونتر ريجولاتري، الهرمونات المنظمة العكسية بتعاكس عمل الانسولين، هي بتعاكس عمل الانسولين فبتعلي السكر في الدم. الهرمونات دي زي هرمون الكورتيزول، وزي هرمون النمو جروث هرمون، وزي هرمون الادرينالين والجلوكاجون. كتير من يعني عدد من الهرمونات دي بيبقى ليها طبيعه غير ثابته، يعني هي مستواها في الدم غير ثابت، مرتبط بشكل طبيعي بالوقت صباحا او مساء. فعندنا هرمون النمو ده بيفرز اثناء النوم، وهرمون الكورتيزون ربنا كده خلقه عشان يساعد الناس في صباحا وقت النشاط ان هي طبعا ايه سكرها يعلى، عشان يمدها بالطاقة بحيث انها تقوم بالديلي اكتيفيتيز او النشاطات اليومية، ويقل في الوقت الراحة المعروف. فاللي بيحصل ان في الناس الطبيعية ان في صباحا يعني قبل يعني حوالي الساعة 7 ل 8 صباحا بيرتفع نسبة الكورتيزول فبيعلي السكر، كذلك اثناء النوم بيرتفع نسبة هرمون النمو الجروث هرمون فبيرفع برضو السكر. في الشخص الطبيعي زي ما قلنا في توازن، فلما بيرتفع السكر الانسولين بيشتغل هو كمان فبيظبط مستوى السكر في الدم. ولكن في الشخص المريض مرض السكر عنده مشكلة، يا اما في افراز هرمون الانسولين فبالتالي مش هيحصل التوازن دوت، فهيظل مستوى السكر في الدم مرتفع. يعني مريض النوع الاول ما عندوش انسولين فبيظل مستوى السكر مرتفع ومش بيقدر يظبط او ينظم مستوى السكر. الناس اللي عندها نوع التاني فهي عندها اما انسولين في مستوى طبيعي او اعلى من الطبيعي او حتى منخفض في الحالات المتقدمة، ولكن في كله بيبقى فيه مقاومة لعمل الانسولين، يعني هو موجود طبيعي او كتير ولكن كأنه مش موجود، ما بيشتغلش، بيجي عند الباب عند الخلية مش عارف يدخل الجلوكوز جوه الخلية فبيظل الجلوكوز في الدم مرتفع، يعني هو ما دخلش جوه الخلية فبيظل في الدم، فبنلاقي صباحا هذا المنظر. وده برضو بيستدعي طبعا مراجعة الطبيب عشان يعرف هل هي القصة الظاهرة اللي احنا اتكلمنا عليها فيها ولا الظاهرة دي. وده بيتطلب زي ما قلنا ان الشخص بالجهاز الجلوكوميتر، الجهاز قياس السكر في الدم اللي عنده في البيت، يقيس سكره في وقت اللي هو من 2 ل 3. لو القصة قصة السمو جي الفاكتة فهيكون السكر منخفض، لو هو ظاهرة الفجر او تأثير الفجر بيبقى السكر طبيعي عادي، يعني بيبقاش في الوقت ده مش هيبقى فيه مشكلة في نسبة السكر في الدم. هنا هيقدر نفرق بين الظاهرتين، وفي كل الاحوال الطبيب بيقدر يظبط زي ما قلنا جرعات الادويه ومواعيدها ومواعيد الوجبه، اخر وجبه قبل النوم او وجبه العشاء ونوعها، وبالتالي ان شاء الله يعني بتنضبط هذه نسبه السكر في الدم. ولا نغفل طبعا الاهتمام بالحركه والقيام بالتمارين، او لو في ناس عندها مثلا جهاز المشي اللي هو اللي بيبقى بيمشوا عليه مثلا، ممكن لو في مكان في البيت يوفروه يبقى في تمارين رياضية مثلا، ممكن الحاجات دي متوفرة على اليوتيوب او على الانترنت، بيبقى في فيديوز ممكن شخص يشغلها ويعمل تمارين بحيث ان هو يبقى بيحرك جسمه، يعني ده بيحسن من حساسية الانسولين للناس النوع التاني، وبيعمل برضو توازن، وده شيء مطلوب يعني لمرضى السكر دايما، والصحة العامة مطلوب ان يكون في حركة بشكل دائم.
تتعشى وتمشى، حتى المثل بيقول كده. اتمنى ان انا اكون افدتكم وان تكونوا فهمتوا ايه سبب ارتفاع مستوى السكر في الدم الصبح، وان انتوا تحاولوا تتجنبوا الاسباب زي ما انا قلت، اهتمام بوجبة العشاء، عدم اغفالها، تناولها في الوقت اللي بيحدده الطبيب، الاهتمام باخذ جرعات الدواء والانسولين في ميعاده وفي الكمية بتاعته حسب ارشادات الطبيب، الحركة والالتزام بوجبات طبعا مناسبة لمرضى السكر. شكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم سالمين وإلى اللقاء.